ورجعنا لكم مره اخرى، وهنبتدي بقى الاخبار المهمه والحصريه معاكم دلوقتي، ولكن معايا زميلي ورئيس تحرير البرنامج الاستاذ محمد فتحي. ازيك يا استاذ محمد؟ ازيك يا كابتن خالد، وبرحب بالساده المشاهدين، وان شاء الله يكون حلقه مفيده ليهم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. عندك اول حاجه عايز تتكلم فيها ايه؟ طبعا هو اللي ظهر على السطح دلوقتي يا كابتن موضوع البث الفضائي والتطور اللي حصل سريعا. فجاه موقف النادي الاهلي اتغير زي ما بيقولوا 180 درجة من تمسك بحقوق النادي الأهلي من بيع ال 41 مليون إلى فجأة أنا يعني بخش ضمن البث الجماعي وضمن ضمن المجموعة. فهو التساؤل اللي موجود على الساحة دلوقتي، هل القضية كانت قضية كابتن طاهر أبو زيد، وجود طاهر أبو زيد ومجرد دخول المهندس خالد عبد العزيز الموضوع انتهى وكل المشاكل في لحظة اتحلت؟ صحيح. فالواحد دلوقتي احنا عايزين لما نيجي نتكلم كابتن خالد وعايزين نقول هل هو مبدأ، أنا بدافع عن مبدأ مبدأ حقوق النادي الأهلي، وهل أنت النادي الأهلي ده السؤال دخولك في البث الجماعي هيوفر ليك ال 41 مليون؟ لا طبعا، يعني هو ده الكلام. يعني دلوقتي أنت صدرت للرأي العام من أول يوم إن ده إهدار مال عام، لو أنا تنازلت عن المبدأ ده هيبقى إهدار مال عام. بص أنا عايز أقول لك حاجة، كان معانا المهندس خالد الرندلي وقبل كده كذا مداخلة وفي كذا في كذا قناة، قيل ان النادي الاهلي لو تنازل عن 41 مليون جنيه يعتبر اهدار للمال العام ويحاسب ويساءل امام الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. بالظبط. فهنا السؤال اللي احنا بنطرحه، السنه اللي فاتت الدوري جاب 28 مليون جنيه، وكان كابتن حسن حمدي رئيس لجنه الانديه واستاذ ممدوح عباس رئيس لجنه البث. قيل الدوري ما اعرفش ما كانش كويس السنه اللي فاتت، مع ان الدوري السنه اللي فاتت احسن من دلوقتي، يعني كان في شيكابالا اللي راح سبورتنج لشبونه، كان في ابو تريكه قبل ما اعتزل، بركات، حسام غالي، كان في صالح جمعه، كان في كل لعيبه المميزه. لا وكانت الناس متشوقه ان الكره ترجع. بالظبط. كانت بعد فتره ايقاف طويله. لا وكان في رئيس جمهوريه، وكان في يعني وكان في فتره ايقاف طويله كمان، الناس كانت بتطالب ان الكره ترجع يا كابتن خالد. وكان في مطالبه شديده جدا، والكره كانت وقفت فتره طويله ورجعت في فبراير عدت اكتر من سنه. صحيح. فالناس كانت متشوقه ان هي تشوف كوره. انت عارف السنه اللي فاتت الدوري رجع امتى؟ تقريبا نص فبراير. لا تقريبا بكره. بعد يوم بعد الشهيد. يوم بيوم تقريبا بعد يوم بعد صح؟ بعد يوم الشهيد. فاكر. هسالك سؤال دلوقتي، النادي الاهلي بعد لجنه الانديه اما كابتن حسن حمدي لم يتراس لجنه الانديه قرر انه يبيع انفرادي، وقال ان مصلحه النادي الاهلي فوق اي مصلحه. صح الكلام ده ولا لا؟ وجه زاروا الاستاذ جمال علام والدكتور كمال درويش في النادي الاهلي عشان يثنوه ويرجعوه مره اخرى للبث الجماعي. رجع كابتن حسن حمدي قال لهم، رد عليهم قال لهم ما ينفعش اخد القرار ده، لازم ارجع لمجلس ادارتي. اجتمعوا وقرروا ان لا مش هيرجعوا. صحيح. وان ان هم هيعملوا المزايده، عملوا المزايده، وفي ساعتها اول ال 41 مليون جنيه اللي شركه المستقبل خدتها. واصروا عليها. كابتن طارق زيت مش هيعتمد من الجهه الاداريه اللي هي 41 مليون جنيه. طارق زيت معاه مشاكل. رئيس الوزراء طارق زيت طلع وزير الرياضه طلع قرار ب يعني انهاء المد او حل مجلس الاداره. بعديها بثلاث اربع ساعات رئيس الوزراء بيطلع قرار انه مش الغاء ده على كلام المهندس على كلام السفير طبعا المتحدث الرسمي باسم رئاسه الوزراء السفير هاني صلاح. وقيل لا ده تجميد بس لمده اسبوع ل 10 ايام عشان يروح للشؤون القانونيه لدراسته، وهيطلع قرار، لازم يطلع قرار. النهارده احنا السبت، القرار طلع يوم السبت مش اللي فات اللي قبليه، النهارده 14 يوم، يقال ان في تعديل وزاري كمان 3 ايام. في رئاسة الوزراء من يومين ثلاثة يا جماعة عشان تبقى انتوا فاهمين، قرر رئيس الوزراء انه يدي الملف لخالد عبد العزيز. خالد عبد العزيز ابتدى يتسرب للإعلام والبعض الإعلام الموالي للنادي الأهلي ان في دمج بين وزارة الشباب والرياضة، وان خالد عبد العزيز نشيط، وان خالد عبد العزيز احسن، وان طارق زيت هيمشي. ف الطبيعي جدا ان لما انا رئيس وزراء ادي الملف هديه لمين؟ لإلا وزيرة الإعلام، لإلا ما فيش أي وزير، يعني وزير الشباب ما علاقة وزير الشباب بالبث إيه؟ مظبوط. ولو طارق أبو زيد في تدخل حكومي، طب لو خالد عبد العزيز دخل دلوقتي وحل الموضوع ده، تدخل حكومي ولا مش تدخل حكومي؟ والموضوع بقى سهل قوي، يعني بقى في 24 ساعة كل المشاكل اللي احنا كنا شايفينها على في الإعلام وما بين مجالس الإدارات والخناقات والحاجات دي اتحلت في 24 ساعة، كأنه نوع من إيه؟
ان اللي خالد هو اللي حل العقبه اتشالت وان طاهر هو المشكله يعني هو العقبه هو اللي مسبب المشاكل لكن في النهايه ولا مصلحه اهلي ولا مصلحه ما اعرفش ال 41 مليون جنيه بخ والقصه بص يا كابتن خالد بس هو في طبعا يعني عايزين بس نمشي بالموضوع بالتدرج ونشوف الموضوع ماشي ازاي طب معلش يا محمد نطلع للسفير هاني صلاح قال لي ايه بالظبط ونرجع ماشي. تتكلم فيها نروح سياده السفير هاني صلاح طبعا متحدث رسمي باسم مجلس الوزراء ماذا قال لي من اسبوعين بالظبط بعد الغاء قرار الوزير بانهاء المد لمجلس الاداره هو ما حدث امس ان السيد رئيس الوزراء لم يلغي قرار السيد وزير الرياضه ولكن اوقف العمل به مؤقتا لحين دراسه مدى ملائمه الموقف القانوني لهذا القرار ويقف حاليا السيد مساعد امين عام مجلس الوزراء رئيس هيئه الشؤون التشريعيه بدراسه القرار من كافه جوانبه حيث يصدر قريبا القرار الصائب في غضون اسبوع سواء هذا الطريق او ذاك ما حدث ان السيد رئيس الوزراء انه رئيسا لمجلس الوزراء لديه صوره اعم واشمل قد تكون من بعض الساده المسؤولين وهو ما دفع سيادته ان يرتقي ان قد يكون المناسب او الاوفق في الوقت الحالي ارجاء هذا القرار وبحثه من كافه جوانبه ودراسه تداعياته. السيد السفير هاني صلاح قال لي خلال اسبوع وقال ايضا دراسته بكافه الجوانب وفي ذاك الوقت قيل ان عشان 25 يناير والالتراس والحاجات دي فنخليها بعد 25 يناير طبعا عدى اسبوعين دلوقتي ولا جديد ولا قرار لا ما هو طلع قرار يا كابتن خالد هو طلع قرار هو اسند الملف البث اللي هو سبب المشكله بين النادي الاهلي وبين وزاره الرياضه اسنده لخالد عبد العزيز وزي ما بيقولوا بس ده مش قرار زي ما بيقولوا يعني في بطن الشاعر المغزى في بطن الشاعر تمام يعني هو ما طلع قرار زي كده يعني كل طرب زيد نفسه طالب بضروره البت في تجميد القرار اما باعتماد القرار او بالغاء القرار صحيح عشان ما تسيبش واحنا عايزين كده برضو اداريا ما ينفعش المواضيع تبقى معلقه صحيح لكن كون ان انا بديك اشاره دلوقتي او بدي اشاره انا خدت اول ما يعني اول ما مجلس الوزراء خد قرار بان هو شال ملف من كابتن طارق ابو زيد وان كان كابتن طارق ابو زيد بيقول انا مش وزير البث صحيح مش علاقه بالبث هو وزير الرياضه ملوش علاقه بالبث ولا وزير الشباب لا هو ليه هو بس هو دخل نفسه في البث يا كابتن خالد لو رجعنا بس شويه ان هو ادى لاتحاد الكوره الامر بالبيع المباشر اللي هو البيع المباشر للتلفزيون المصري فبالتالي اضطر اتحاد الكره حسب القانون الجديد ما اضطر اتحاد الكره يرجع ليه ان هو يوافق له على البيع المباشر للتلفزيون المصري تمام فهو دخل نفسه طرف في الموضوع ده ان هو لازم ياخد موافقه الجهه الاداريه وموافقه ان مفيش مزايده معموله تمام فهو اذا بقى هو طرف في الموضوع ده تمام وطبعا ويجي هو طرف تاني لما نستدرك في كلام كابتن خالد النادي الاهلي مش بس اكتفى ان هو عمل مزايده ووصلت ل 41 مليون بل هو اعتمدها في مجلس ادارته الاخير طب انا عايز افهم اعتمادها ده بي 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 ازاي بقى الغائه يعني لا هو ما اقول لحضرتك هو اعتمدها والخط المفروض الخطوه التاليه ان هو يمضي العقد يوقع على فكره معاش عقود خالص معاه لا هو كل مره كان الاخ علي عصام عبد المنعم كان يسال لا لسه شويه لسه هو كان واضح ان في ترتيبات بتتم وممكن ما يكونش ده حقيقي على ارض الواقع بالظبط احنا مش فاكر انا ما قلت ان التامين 50,000 جنيه بالظبط كده يعني مثلا لو السي بي سي عايز تطلع من موضوع ال 41 مليون جنيه هتسيب ال 50,000 جنيه بس ايوه يا كابتن خالد اللي انا عايز اقوله هو يعني ايه علاقه دلوقتي وزاره الرياضه بالموضوع دلوقتي هو المفروض بعد اعتماد المزايده في اجتماع مجلس الاداره محضر الاجتماع بيروح للجهه الاداريه صحيح للاعتماد محضر الاجتماع وعلى فكره الجهه الاداريه دورها هنا مش دور ان هو يوافق او لا يوافق هو دور رقابي هو بيشوف البنود العقود وبيشوف المزايده وعشان بعد كده يجي حاسب هل انت ماشي وفقا للعقود ولا لا بس 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 اختلف معاك في نقطه الكلام ده في المزايدات العاديه بالظبط يعني اي مزايدات لكن المزايده دي بالذات أيوة. مرتبطه بالبيع الانفرادي لا ومرتبطه بعيده عن لجنه الانديه ومرتبطه بحاجه كابتن خالد المزايده دي بعد ما الاهلي خد الموافقه عليها
طلع خطاب رسمي من مكتب الاستاذ محمد سويلم اللي هو مدير الشباب والرياضه بالقاهره. طلع خطاب ان لا يعني سوري يعني هو خطاب مش مفروض يطلع من جهه يعني ان ما تم الختم عليه من مزايده وكده ده كان بطريق الخطا او بطريق ما، وطبعا ده يعني ده غير مقبول طبعا أو وده طبعا غير مقبول، ولكن هو كان خطاب المقصود به ان هو عرقله المزايده. فاذا المزايده دي عليها علامات استفهام كثيره جدا، وكون الاهلي لم يرسلها في الوقت الحالي هو كان عنده تاكيدات ان الموضوع هيتم فيه ما هو جديد. وبعدين برضو مع احترامي الشديد المهندس خالد عبد العزيز، ولكن اختيار خالد عبد العزيز تم برضو يا كابتن لازم تربط الاحداث ببعضها، هو تم لان هو برضو الصديق الشخصي للكابتن هاني ابو ريده. صحيح، وكابتن هاني ابو ريده ليه تاثير، هو كان مدير بطوله افريقيا 2006 وعلاقته كويسه جدا مهندس هاني ابو ريده. لا ما هو مهندس هاني ابو ريده، ما هو لما نيجي نشوف الكلام كابتن خالد، كابتن هاني ابو ريده علاقته كويسه جدا حاليا بمجلس اداره النادي الاهلي. صحيح، كابتن حسن حمدي، كابتن حسن حمدي، كابتن خالد مرتجي، بكل مجلس اداره. فما ما يطلبه المهندس خالد عبد العزيز من مجلس اداره النادي الاهلي من خلال هاني ابو ريده هيتم. وهو ده يعني انا ما اتوقعش النادي الاهلي بمنتهى السهوله يتنازل عن 41 مليون عشان يخش في 60 مليون او 70 مليون، وان كان هياخد نسبه اللي هم وعدوه بيها اللي كان بيطالب بيها كابتن حسن حمدي قبل الموسم اللي فات ده، اللي هو النسبه اللي كان بيطالب بيها انه يتم تمييز النادي الاهلي عن باقي الانديه. خدت بالك ازاي؟ هو ده اللي هم اتفقوا عليه. فانا عايز اعرف هل الاهلي بدل ما يخش له 6 مليون هيخش له 10 مليون؟ هو ده اللي كان طموح النادي الاهلي من بدايه اثاره المشكله؟ لا، هو هنا كمان هل 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 هي كانت القصه طرب وزيت؟ ما طرب وزيت كان بيقول ايه؟ يعني من ضمن الكلام بيقول ايه؟ ان انتوا ترجعوا للدوله، وان علاقه الدوله بمعرفش بالنادي الاهلي، والنادي الاهلي يكون تابع لجنه الانديه مثلا. وان الموضوع النادي الاهلي مصمم على لا انا هبيع لوحدي، يعني هبيع لوحدي. فما يجي واحد في 24 ساعه كده مهندس خالد عبد العزيز يحل الموضوع، يبقى القصه قد طرب وزيت. ما هو كابتن بقول هو عند القصه، مش القصه موضوع عند. طب هل ينفع اعضاء مجالس ادارات محترمين على كراسي لأندية كبيرة ومسؤولين كبار يبقى الموضوع عند ويتحل بالعند ويتحل بان انا اقصي ده او امشي ده او احط ده او يعني هل ده ينفع؟ بص الموضوع بقى مش مصلحة الاهلي ولا مصلحة ما فيش مصالح. بص بدون لف ودوران كابتن خالد، هي فرض ارادة. هو دلوقتي يعني البقاء الاقوى، مين هيفرض ارادته حاليا ومين لازم يقول كلمته؟ النادي الاهلي خد الموضوع ده تحدي من اليوم الاولاني، من يوم ما كابتن حسن حمدي لم يوفق في لجنه الانديه، واتخذ الموضوع. هو فعلا كان في اتفاق ولكن النادي الاهلي كان يجب ان هو ياخده بطريقه تانية خالص. انا لازم ادرس ليه الانديه اتفقت ان انا ما اكونش موجود. خلي بالك برده كابتن خالد، احنا مش عايزين النادي الاهلي دلوقتي يتحط قدام الانديه ان هو بياخد كل حاجه هو عايزها او بياخد كل حاجه بمبدا القوه، لان ده دي هنرجع تاني هتعمل حزازيه ما بين الانديه. صحيح، وهتبدا تاني هيكون في شحن. واحنا مجبرين على جماهير جايه ومباريات وكده، احنا عايزين الاجواء تبقى صافيه بين الانديه. ما ينفعش النادي الاهلي لازم يقعدوا ويشوفوا ليه الحاله وصلت للدرجه دي، ليه احنا وصلنا للي احنا وصلنا له، ليه كابتن حسن حمدي لم يوفق. طب هسألك سؤال، يعني انت مش شايف الحدث اللي حصل ده يقول لك ايه؟ يعني انت قدمت السبت هديك الحد، يعني رئيس وزراء انت طلعت جدع معايا ووقفت لي القرار بتاع الوزير، فانا هطلع جدع برضه ومش هأصمم على موضوع ال 41 مليون جنيه رغم ان الجمعية العمومية هتحاسبني، ولا جمعية عمومية بتحاسب ولا ما بتحاسبش، هو كله كلام للاستهلاك الاعلامي وخلاص، لان في النهاية ولا جمعية عمومية حاسبتك على 41 مليون ولا جمعية عمومية هتحاسبك على ان انت انسحبت ولا اي حاجة. وهنا في سؤال، فرئيس الوزراء بعد ما كده راح قال طب هو ممكن ده الاتفاق اللي ممكن، طب خلي خالد هو اللي يمسك الملف نكاية في طاهر، فخالد يمسك فالاهلي يحل الموضوع في ثانيه، فكل قنوات تاخد يعني ما هو ده اللي بيحصل. يبقى كابتن خالد المصلحه العامه ما حدش يجيب سيرتها. يبقى احنا بنتكلم على مصالح شخصيه او مصالح الانديه. المصلحه العامه للانديه او مصلحه الجمعيه العموميه هنا انتفت. انت دلوقتي بقرار، لان انا كان ليا كلام مع كابتن خالد، مع الاستاذ خالد مرتجي، وانا كلمته بمنتهى الوضوح لو تتذكر حضرتك، قالوا ان هو مباراه المقاولين الاهلي هيزحف. تتذكر قال الاهلي هيذيع مباراه المقاولين عشان ده كان بعد قرار رئيس الوزراء. لا مش المقاولين، امبي. لا امبي اتذاعت. امبي اتذاعت اوريدي. لا كان مباراه المقاولين بعد قرار رئيس الوزراء. بعد قرار رئيس الوزراء. ايوه ما اتغيرت. لا قبل ما اتغير يا كابتن كان الكلام اللي ماشي واللي اتقال وحركي قلت الكلام ده فتأجلت واتحل
خدت بالك صحيح راح لا مش تأجلت يعني خلوا ماتش المقاولين بتاع المقاولين واتحلت بعديها بيومين. فساعتها انا كان ليا كان ليا كلام مع الاستاذ خالد رندلي. هل فعلا ما يقال ويصار على الساحه دلوقتي ان النادي الاهلي لرد الجميل يعني لرئيس الوزراء او لعدم اثاره المشاكل في الفتره دي هيذيع ماتش المقاولين؟ قال لي ابدا لا يمكن. قال لك كده؟ قال لي لا يمكن. انا طب وده حصل فعلا؟ لا. قال لي لا يمكن ان احنا نتنازع عن مبدانا. قلت له خلي بالك 41 مليون جنيه. قلت له خلي بالك قبل كده انتوا تكلمتوا كمجلس اداره النادي الاهلي ان ده ان دي مال عام ودي مال الجمعيه العموميه وده حق النادي الاهلي محدش يقدر يفرط فيه. انا بس سائل دلوقتي لكل مجلس اداره النادي الاهلي فين حق النادي الاهلي؟ فين ال 41 مليون؟ انا لو عدوا جمعيه عموميه دلوقتي انا احاسب الناس الموجوده. هقول لك حاجه على لا انا بقولها لك ان 41 مليون جنيه دي انا قلتها. انا عايز اوريكم انا قلت مع الاستاذ خالد الرندلي ايه. بس يا جماعه يعني القصه دي كانت معموله لاحراج اشخاص وفي النهايه ولا 41 مليون كان هيدفعوا ولا اي حاجه من هذا القبيل. تعال نشوف انا قلت ايه مع الاستاذ خالد الرندلي ونرجع نكمل حوارنا مع الزميل الاستاذ محمد فتحي. اللي ابتدى يقال ان في مشاكل مع وكاله الاهرام بعد ما الكابتن حسن مشي وان الوكاله هتفسخوا مع الوكاله قريب وان انتوا بعد كده تروحوا المستقبل. الكلام لا 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 هي عايز اقول حاجه. هي الوكاله الاهرام دي قصه معروفه يعني مش هتستخبى. عندها يعني الفتره اللي فاتت مش عايز اقول يعني ان كان في عندها حاجه ضد كابتن حسن. لا خالص. ان في طيب؟ توجهات نقديه مش ضد الاهلي ولا بتاع. كان عندهم التزامات او يعني الاداره السابقه او يعني ما لهاش مش قادر اوصفها. ولكن مشكله عندهم حاليا معطلنا فيه. قبل ما نروح للكلام المرتبط بكلامنا هسالك سؤال. النادي الاهلي يا جماعه اللي بيتفرجوا علينا بقاله سنتين مانع او اكتر من سنتين من ساعه ما عمرو عفيفي بقى هو الراعي الكره المصريه. كان وكاله الاهرام قبليها هي بتاخد الايه المؤتمرات الصحفيه. فالنادي الاهلي بقاله سنتين ونص تقريبا مانع ان المؤتمرات الصحفيه يحضرها المدرب لان الرعاه وكده وبتاع وقصه وحكايه. وقال صراحه كابتن حسن حمدي قال المؤتمرات الصحفيه في الدوري دي ملك الانديه. قال كده بالظبط ملك الانديه. فوجئنا ان ماتش المقاولين اللي فات محمد يوسف لأول مرة من سنتين ونص بعد مانويل جوزيه وحسام البدري ومحمد يوسف فترة كبيرة أول مرة يحضر مؤتمر صحفي. الناس استغربت ازاي يعني ده النادي الأهلي قال دي مؤتمرات ملك الأندية و و و و ف ايه اللي حصل يا محمد؟ لا اللي حصل هو كابتن محمد يوسف طبعا وضح الكلام ده. قال انا ما كنتش بحضر المؤتمرات. كان بناء على اتصالات من الاداره تمام. وانا تلقيت اتصال ان انا احضر المؤتمر. الاتصال ده طبعا كان من الكابتن هادي خشبه ايوه ان هو يحضر المؤتمر واللي بيدار في الكواليس ان هو عدم حضور المؤتمر كان عليه غرامه 15000 جنيه تمام. دي كانت بتدفعها الاهرام صحيح. كانت بتدفعها الاهرام عن اي مؤتمر الاهلي ما يدفعوش تمام. ما بيحضرش مسؤولين وكده. اخيرا اللي تردد ان الاهرام ستمتنع عن دفع الغرامات دي والاهلي هو الاهلي هو اللي هيتكفل بيها. الحاجه الثانيه المهمه انه واضح جدا الاهلي على مقربه من انهاء تعاقده مع الاهرام. ويمكن يبقى زي ما حضرتك تفضلت يمكن الفيوتشر هو اللي يبقى المستقبل اللي هي محمد الامين بالظبط كده. يعني معنى كده يا جماعه هل هو كان حق الانديه ولا حق الوكاله؟ ما هو لو حق الانديه ومبدا زي ما كابتن حسن حمدي بيقول يبقى مش هيحضروا خالص لان انا مبدئي ان الماتشات دي حق الانديه. ولو تذكر كابتن خالد في الـ في الـ في, الـ في الوقت ده لما الاهلي امتنع خد بالك ده ما كانش ماتش الاهلي كمان ده كان ماتش المقاولين. الاهلي لما امتنع عن الطلوع في المؤتمرات الصحفيه بدات حمله اعلاميه ضخمه تروج ان ده حقوق من حقوق الانديه. مؤتمر صحفي حق النادي وليس صحيح. حق الاتحاد وليس 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 والكلام ده كله فانا ده تصريح محمد يوسف بالظبط. فانا ما بقتش عارف يعني هو هل انت احنا كل حاجه تطوع حسب اهوائنا صحيح. النهارده انا حق انديه بكره مش حق انديه انا عايز امشي وكاله الاهرام فاعمل كذا انا زي مش فارق. بص يا جماعه خلال ايام شهور واتيفر يعني هيحصل افتكروا كلامي. وكاله الاهرام الاهلي هينهي معاها. خدوا بالكم بيقول المشاكل كابتن حسن حمدي بعد الثوره
قعد تقريبا سنه في مكانه في قريه الاهرام، وكان حصل الدوري حصل عليه مشاكل فاكرين، والغاء هبوط وحياه من هذا القبيل. اتخصم 30 مليون جنيه من النادي الاهلي وجددوا سنه كمان في ظل وجود كابتن حسن حمدي. بعد ما كابتن حسن حمدي مشي الوضع تغير وفي مشاكل دلوقتي، الاهلي خلى محمد يوسف يحضر مع ان احنا اتوجع دماغنا من فكره ان النادي هو صاحب المؤتمر الصحفي. دلوقتي مش عارف ايه اللي اتغير، مبدا اتغير ليه ما اعرفش. لو اتغير طبعا عشان بس ال 15000 جنيه الاهرام مش هتدفعها. فشئنا ما بين ايام شهور بعد رحيل كابتن حسن حمدي وعلاقته بالاستاذ محمد امين، ايه اللي هيحصل؟ ايه ان الاهلي هيلغي وكاله الاهرام الاعلان العقد المعمول واللي مدده سنه وهيروح للمستقبل. تمام. هو طبعا من ضمن الحاجات ان مش بس 15000، ان هم برضو في شيكات متاخره كتير، ما فيش دفعات بتدفع دلوقتي من وكاله الاهرام. في تاخير في المدفوعات اللي هي المفروض الاهلي تكون ليه دخل يعني. فطبعا دي عامله مشكله في حتى صحيح. صرف اللي هي مستحقات اللعيبه والكلام ده كله عامله لهم مشكله. فواضح ان الاثنين بقوا صداع لبعض. فغالبا الكابتن حسن حمدي هيحل الموضوع ده ان هو يروح الفيوتشر في اول ابريل. لان هو لازم يكون في مزايده صح؟ هو صرح بكده، لازم يكون في مزايده على ما اعتقد. ان هو لازم يكون في مزايده، كان في مزايده المره اللي فاتت لما الاهرام خدتها، كان في مزايده وتوقفت يعني المره دي لازم يكون في مزايده وتروح في المستقبل في الاخر. ما بقتش مشكله الله اعلم يعني. هو المره اللي فاتت كان وصلت ل 140 مليون والاهرام هو اللي حط 141 او حاجه، كان في شركه اللي هي بتاعت هاني شكري كان داخله في المنافسه. طيب هنشوف. كنا بنتكلم على 41 مليون مع الاستاذ خالد الدرندالي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، ماذا قال معي خصوصا بعد ما خلاص النادي الاهلي انضم للجنه البث ولجنه الانديه والبيع الجماعي. نروح. مفيش في تصوراتكم بديل؟ لا لسه، ما انا بقول لك احنا النهارده كنا عايزين، كان في كلام انتوا هتسجلوا بعديها مثلا ما اعرفش ايه وتذيعوا. ده ما هو ده من ضمن البدائل يعني. في السي بي سي صح؟ طبعا. السي بي سي والاهلي والقناه الاهلي. يعني ان انتوا باعين كمان 41 مليون بقناه الاهلي. بقناه الاهلي يعني مش حاصل ده انتوا 100 يا جدعان. طيب يا جماعه ده الراجل يعني مش هيكسب حاجه خالص يا كابتن خالد. هي الفلوس دي داخله جبنه؟ لا ما هو كلام مش منطقي يعني. بص ما يتفعله شركه المستقبل كلام غير منطقي بالمره. سؤال. ولكن غير منطقي ده يتحمله هو مش النادي الاهلي، مش كده يعني؟ هو باع لك وبيع كمان ان بالشرط ان الاهلي يذيع. وبعدين في حاجه تانية، اذا كان الكابتن حسن حمدي له دخل في الكلام ده فيشكر على راسنا الخدمه اللي عملها للنادي الاهلي. بس طيب خلاص الراجل معاه فلوس كتير، هو حر وهو حر يصرف. اسالك سؤال. لنفرض حد من الرعاه الرئيسيين للنادي جه قال لك انا هدفع لك الكلام ده وحط اسمي. تمام. مش كده؟ تمام. افرض سي بي سي دي عاملاها دعايه، هم احرار. ما هو دعايه اكيد، هم احرار. هم حابين يكون معاهم الاهلي، هم احرار. انا في الاخر انا المستفيد. وانا اللي ماشي قانوني. ولازم الناس تحس ان احنا بنعمل ده عشان النادي الاهلي مش عشاننا. لكن انت شايف ان ده ليس تصعيدا ضد الدوله؟ لا خالص. احنا تصعيدا ضد الدوله، احنا مدين، خلي بالك احنا من عرضنا ان احنا مدين التلفزيون المصري الارضي والاذاعه. على اساس الارض حد بيتفرج عليه الارض والاذاعه. انت عندك ارضي؟ لا ما انا هقول لك حاجه، انت ما حرمتش الموظف المواطن البسيط اللي ما عندوش دش. صحيح. صح. في ناس ما عندهاش دش على الاهلي اللي عنده بقى دش هيتفرج على قناه الاهلي وهيتفرج على السي بي سي. وهل انت اديت لحاجه مشفره؟ لا اديتش لحاجه مشفره. صحيح. فيعني انت الناس بتحافظ على النادي الاهلي والنادي الاهلي هو المستفيد في النهايه. كل ده اتغير. انا مش عارف كابتن خالد يعني بصراحه اللي هم يسمعوا الكلام ده ويشوفوا ويراجعوا موقفهم. انا عارف ان الخطاب الاعلامي بكره هيكون احنا عشان مصلحه البلد. طب ما اكمل الاول ولا عشان طاهر ابو زيد؟ ما هي خلاص، هي طاهر ابو زيد الشكل كده بقى واضح ان هي عشان طاهر ابو زيد. يعني هو عشان كابتن طاهر ابو زيد هو موجود، وهي حاجه شخصيه بحت. تعرف ان طاهر ابو زيد مع حفظ الالقاب يعني لسياده الوزير كان عرض الموضوع ده، ان التلفزيون بعت لوزيره الاعلام قال لها ادي القنوات كلها. وعشان انتوا تعرفوا القصه، التلفزيون خد ب 70 مليون فباع لشركه اسمها ليو ميديا حاجه كده، صاحبها اسمه شريف الشناوي. مظبوط. فشريف الشناوي حتى كان قاعد مع كابتن حسن حمدي، ما قلت لك هو ومحمد الامين وكده. فشريف الشناوي ابتدى ياخد، فكابتن مدحت شلبي بيعمل استوديو والنيل رياضه، فابتدت الاعلانات ما بتجيش، فابتدى التلفزيون يقلق يخاف.
فابتدوا كمان يقلقوا من شريف نفسه، يعني هو ما بيجيبش اعلانات ليه؟ فابتدى تخوف بقى من الوزيره واتحدث على التلفزيون لا ده احنا نبيع، فعرضوا الموضوع على القنوات ما حدش جه. قنوات اما رئيس الوزراء تدخل وخالد عبد العزيز وراحوا قعدوا، القنوات دلوقتي هتشتري. ما هقول لك ليه يا كابتن خالد، ما انا بقتش فاهم والله. لا لا ما انا اقول لحضرتك ليه. لا انت برضو انت اربط الامور ببعضها. التلفزيون بيخسر. التلفزيون ما التلفزيون عمل تعاقده ده في اول اسبوع من يناير. كان المفروض يدفع ساعتها 17.5 مليون. هو دفع 6 مليون. هو على فكره مش هو اللي بيدفع، دي الشركه اللي هي بس تعاقد. هو التعاقد يا كابتن خالد بين التلفزيون وبين اتحاد الكوره وليس من الشركه دي. الشركه دي التلفزيون يجيبها هو حر يتصرف معاها، لكن التعاقد الموجود على صحيح بين التلفزيون وبين الاتحاد. صحيح اوكي. التلفزيون دفع لاتحاد الكوره ساعتها 6 مليون. صحيح. المفروض كان يدفع 7.5 مليون من حوالي اسبوع. اداهم شيك وما تصرفش دلوقتي عشان ما فيش وبتاع، ما صرفوش حاجه لغايه تاريخنا ده. والاربعه ونص التانيين ما حدش عارف هي فين الاربعه دي، مش عارف ايه قصتها. المفروض من الاسبوع الخامس المفروض الدفعه الثانيه 17.5 مليون. كل ده كابتن خالد رجع بالخساره على الانديه. دلوقتي النادي ايه حصته من 6 مليون؟ 200,000. هو كان عامل حسابه ان هو ياخد من اول دفعه 750,000 كل نادي. هو دلوقتي كل حصه كل نادي من البث 200,000. التلفزيون ما كانش يقدر يكمل، وكان هيزيد الديون. هو عليه 50 مليون ولا عليه كام الودان عليها كام جدولتها دي. اللي حدث النهارده ده هو افضل حل للتلفزيون المصري. انت عارف ان في حاجه غريبه جدا يا جماعه، مش عارف هو القنوات هتاخد بالامر ولا ايه، مش فاهم يعني. مع ان اللي انا الكلام اللي بقوله ده في مصلحتي ومصلحه ناس كتير، يعني ان احنا كلنا ناخد دوري كقنوات، يعني كالحياه والسي بي سي ودريم وقرا والناس يعني مش عايز انسى حد يعني، والقناه الثانيه والنيل الرياضه وكله يعني زي يعني. ولكن في النهايه بيقال ان الاعلانات هتبقى واحده في كل السبع ثمان قنوات، مش فاهمها يعني دي ايه. المعلومه اللي جايه لي ان ممكن الاعلان نفسه تلاقوه على السبع قنوات، فيعني الموضوع هيبقى فيه مش فيه مكسب زي ما يعني، في حاجه غريبه. بس كابتن خالد هم سبع قنوات اللي هياخدوا المفروض بكام؟ 6 7 5. على فكره في مشاكل مع قناتين ثلاثه مش عايزين بس المبلغ التلفزيون المفروض يحصله، هو حاطط التارجت بتاعه حوالي 70 من 70 ل 80 مليون. يعني كده معنى كده كابتن خالد ان الدوري المصري واقف ب 11 مليون. تم تقريبا. بس خد بالك في 6، هل انت شايف طب 6 اسابيع راح؟ 6 اسابيع لسه هكلم، انا لسه هكلم مع حضرتك يعني. هل في 6 اسابيع راحوا وانت شايف الدوري ده يتعمل ب 11 مليون؟ يعني انت كنت شايف ان 9 ماتشات للاهلي ب 41 مليون؟ لا ما دي فيوتشر. دي فيوتشر، ده المستقبل كله. ده المستقبل كله يا كابتن. يعني انت دي حاجه مش منطقيه. ان واحد عنده شركه خاصه عايز يدفع هو حر بقى يدفع، يجيب من فلان، يجيب من راعي، يجيب من فلان، يتبرع النادي الاهلي. اذا هو كابتن الاستاذ خالد رندل قال لك الكلام ده، قال لك افرض في راعي يا اخي يخش وهيشيل الراجل ده. في دوري يا راجل ده كابتن علاء عبد العال دخل معانا قال لك هادي خشبه اكلم مدير التنفيذي الداخليه، وقال لك نخلي الماتش اللي جاي بتاع الداخليه، وقبليها كان بتاع المقاولين. يعني موسوعه جينيس ان مثلا الدور الاول كله الاهلي يلعب بره ارضه بعد ماتش انبي. ما هو ده على كيف بقى يا كابتن. ما هو دوري كده يعني. عايز انا بتسال لو ده دوري، لو الدوري مجموعه واحده يحصل كده؟ لا يمكن يا كابتن خالد. كده الدور الثاني كله الاهلي يلعب المفروض على ملعبه يعني. انا بتخيل لو الاسماعيلي والمصري والاتحاد والكلام ده، الاهلي يجي مثلا الدور الثاني يبقى عنده كل الناس دي على ملعبها. انت فاكر ما كان بيحصل نوع من المنافسه، وكانت قليله السنين اللي فاتت لان الاهلي كان بياخد البطوله على طول، بس كان بيحصل نوع من المنافسه ايام حسام حسن وبتاع، فيقول لك ده الزمالك فاضل له ماتشين بره الجونه وما اعرفش ايه، والاهلي فاضل له ماتش مع الاسماعيلي بره فاهم. كان بتتحسب ده كانوا بيحسبوها مين بيلعب قبل الثاني، مين بيلعب قبل الثاني بيوم. ده ما يلعبش عشان ما يعرفش نتيجتي عشان ده هياخد راحه يوم ما يحطليش تحت ضغط وانا العب بعديه يبقى لازم اكسب ولازم ده بس ده دلوقتي ده سمك لبن تمر هنا عشان هو مش دوري يا كابتن. لا ما هو ده هنا السؤال بقى يا محمد كابتن. هو استاذ محمد بص، السؤال هنا هل احنا بندور على مستوى فني؟ لا كابتن. هل احنا بندور على ان احنا نطلع لعيبه من الدوري ده عشان خاطر شوقي غريب يشوفهم، ولا احنا بندور على البث، بندور على تكمله الدوري وعدم الغائه، بندور على الفلوس؟ احنا بندور على الفلوس نمره واحد، تكمله الدوري وعدم الغائه والبث. مفيش حاجة خاصة بالمستوى الفني بتاتا. طب هسألك سؤال تاني، الدور التاني مش ممكن يكون بجمهور؟ ده اللي بنسمعه. طيب المقاولين دلوقتي الماتش الأولاني كان بتاع الأهلي وبدون جمهور. طب الماتش التاني لو كان هو بتاع المقاولين وبجمهور مش ممكن يكسب أكتر؟ طبعا. تعرف الداخلية عملوا إيه النهاردة؟ كان من ضمن شروطهم إنه ياخدوا نص الإيراد. نص الإيراد بتاع دخول الجمهور. لو في جمهور الدور التاني. هنا السؤال برضو، ما هو ده برضو تكافؤ فرص بالنسبة للأندية.
هل الدور الثاني هيتفتح الجمهور؟ لان في كلام الله اعلم، احنا قلنا بعد 25 يناير هيكون في جمهور. المعلومات اللي جايه دلوقتي قال لك بعد الرئاسه، بعد انتخابات الرئاسه، يعني تقريبا بعد الدوري، يعني تقريبا بعد الدوري يعني، او تقريبا في اللي هو الصراع من اجل البقاء او البطل يعني اللي هو الاثنين اللي طلعوا من هنا ومن هنا، او الثلاثه اللي هينزلوا من هنا ومن هنا. لا بس ما اعتقدش هتقدر يا كابتن في الوقت ده تدخل جماهير، بالعكس تبقى صعب قوي. صعب قوي ليه بقى؟ لان هو بيقول لك ان هو يدخل جماهير على الملعب اللي بتلعب عليه مباراه، يعني مش هيدخل الجمهورين يعني عشان برضو يمنع الاحتكاك. يعني انت لو بتلعب المحله مثلا او بتلعب فلان هيدخل جماهير اللي هو جماهير صاحب الارض. فما اعتقدش ان هو لما يجي بقى ماتش مثلا في الدوره الرباعيه الاهلي بيلعب الاسماعيلي هيدخل الاهلي والاسماعيلي فين تكافؤ الفرص، ولا يدخل ده ولا يدخل ما. طب اقول لكم حاجه لذيذه تانية برضو كمان حصريه، يعني يمكن ما حدش يعرفها قوي. الاهلي كان عايز يلعب يوم 23، لان يوم 22 كان في محاكمه الرئيس السابق محمد مرسي. نعم. تقريبا. فالاهلي عايز يلعب يوم 23، فبعت الاتحاد الافريقي، فالاتحاد الافريقي وافق وتمام، وهيتلعب الماتش على الدفاع الجوي بجمهور من 5 ل 10,000 في الساعه 7 بالليل. ده ماتش السوبر الافريقي. السوبر الافريقي اللي هو ما بين الاهلي والصفاقسي. فجه النهارده بعت جواب رسمي الاتحاد الافريقي خلوا الماتش يوم 20. فقال لك الخبر جاي لي قال لك ايه؟ لاسباب تسويقيه. الكلام ده غير صحيح بالمره. ايه القصه ايه بقى؟ ان عيسى حياته طبعا رجل مريض وكبير في السن، فعيسى حياته والمكتب التنفيذي كله الاتحاد الافريقي جايين عندهم اجتماع يوم 19 او 20 تقريبا. فقال لك بالمره بدل ما نروح ونرجع ونروح ونرجع تذكره واحده نحضر المكتب التنفيذي وبعديها كمان ايه نروح رايحين الماتش بالمره النهائي ونسافر. فخلوا الاتحاد الافريقي بمزاجه راح مخلي الماتش يوم 20 عشان في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي يوميها. يعني هو السؤال بقى هل الدوري، انا عايز اعرف بقى الاهلي في الفتره دي هيكون الدوري بتاعه ماتشه في الدوري امتى؟ الاهلي لما يختار 23 او 22 لازم بيدي لنفسه جاب. طب اقول لك حاجه ثانيه لذيذه، جاب اسبوع. اقول لك حاجه ثانيه لذيذه، اما خلوا الماتش يوم 20 عشان تعرف عندنا بدون رجوع للاتحاد المصري. لا في الاتحاد المصري وافق وكل حاجه بقت تمام. ايه اللي حصل؟ يوم 20 ده ماتش مين؟ وادي دجله والزمالك في الدوري، تمام؟ وعلى ملعب ايه؟ الدفاع الجوي. هيلعبوا العصر وده بالليل مثلا. بص على ملعب الدفاع الجوي الساعه 2:30. ماتش الايه؟ وادي دجله والايه؟ والزمالك. والماتش الساعه 7 بتاع الاهلي والصفاقسي في الدفاع الجوي. راحوا عملوا ايه؟ راحوا وافقوا على الماتش الاهلي يبقى في الدفاع الجوي الساعه 7 ونقلوا الماتش السويس الساعه 2:30. ماتش وادي دجله والزمالك بدل ما هيتلعب في الدفاع الجوي هيتلعب في السويس. احقاقا للحق بقى بصراحه يعني. ده برضو مبدا تكافؤ عدم تكافؤ فرص. اما الزمالك يلعب وادي دجله في الدفاع الجوي ممكن الزمالك يبقى عنده فرص افضل انه يفوز على وادي دجله في الدفاع الجوي احسن ما يفوز على وادي دجله في السويس. عجرود عجرود الملعب مش اسهل بالنسبه لوادي دجله. ارضيه الملعب وكان ارضيه الملعب والجو واخد عليه وحاجات دي كلام من هذا القبيل. فبالتالي تم نقل المباراه للسويس وهتتلعب 2:30 عشان امنيا دي يتامن، وبالليل الساعه 7 المباراه هتتلعب في الدفاع الجوي للجمهور. هي دي بتوريك حاجه يعني في انديكيتورز كده يعني مؤشرات بتوريها لك يا كابتن خالد ان الاتحاد الافريقي يعني لازم يحط اعتبار الاتحاد المصري. انا لازم 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 اكلم الناس دي الاول. مفيش حاجه اسمها انا جاي اعمل اجتماع وانا حددت ماتش يوم 23 ان انا خلاص انا هلعب ماتش يوم 20. لازم احمد نفسي اعرف حاجه ليه بجد. احنا دلوقتي اتكلمنا على 41 مليون جنيه وبعد كده اتكلمنا على ضمنهم مع البث وبعد كده النادي الاهلي 11 ماتش ب 41 مليون وكانت الارام والحاجات دي كلها، ويجي الاتحاد الافريقي بالامر يوم 20. لا سيبك من يوم 20. بالامر النادي الاهلي ماتشاته في دور الثمانيه في دور قبل النهائي في النهائي شيل الراعي والحاجات دي شيل الراعي لان الراعي بتاع الاتحاد الافريقي محمول زي النادي الاهلي وكمان ما بتاخدش فلوس على البث. انت ماتشاتك بس ملكك في دور ال 16 ودور ال 32 بالزبط. لكن الماتشات التانيه بقت رغم انها على ارضك ملك الاتحاد الافريقي وما تزحش غير ارضي ومنصفه بينك وبين الخصم وما تزحش غير ارضي مزبوط. وفي الاخر لو كسبت البطوله تاخد مليون دولار مليون و500 ولا مليون ونص دولار مليون ونص يعني ولو طلعت من دور من دوري المجموعات بتاخد نص مليون. واول مره في التاريخ عم بقولها لكم تقريبا مباراة انا لعبت 3 سوبر افريقي الحمد لله لعبت 4 سوبر افريقي خدت منهم 3 مع الزمالك لاول مره يتلعب يوم خميس كان بيتلعب لا جمعه لا سبت لحد. طب المره دي هيتلعب خميس
يوم 20 فبراير ده يوم خميس تقريبا يا جماعه. اكدوا لي الشركه اللي هتنقل المباراه هل هتوافق على الكلام ده برضو ولا لا؟ دي الشركه هي بي ان ما هي دي بقى دي عندها توقيت معينه وهي لو قالت على فكره يتغير الميعاد. لا بس الخميس عايز اقول لك حاجه ممكن يكون من ضمن اللي غيروا الموضوع اللي هي الشركه بالظبط الجزيره. عارف ليه؟ الخميس ما فيش دوريات. ما انا بقول لك هتلاقي في داخل بس خد بالك 20 ده هيكون في الشامبيونز ليج متهيألي 18 الشامبيونز ليج 3 و4 صح هيكون هيكون دخل فيها عوامل بس برضه 18 و19 الماتش ده طبعا دخل فيها عوامل بس في ننتقل بقى لحاجه ثانيه يا كابتن خالد. انت يمكن الناس ما وقفتش عندها كتير اللي هي اللائحه الاساسيه للنادي الاهلي. اللائحه الاساسيه للنادي الاهلي اتعملت واتعرضت على مجلس الاداره والكلام ده ومن 50 صفحه و50 بند 50 صفحه و50 بند لا اكتر من 50 يعني اقصد يعني 50 صفحه يعني لائحه ودي طبعا ده الناس بالعكس احنا نتمنى ان كل الناس يبقى عندها لوائح وعندها قوانين وتلتزم بيها تمام. ولكن هو مبدئيا ما قال النادي الاهلي انا بعمل لائحه قال انا بعمل اللائحه دي علشان تتوافق مع الميثاق الاولمبي صحيح الدولي صحيح. وعلى فكره اتبعت جواب من خالد زين رئيس لجنة الاولمبيه المصريه بيشكر النادي الاهلي على هذه اللائحه مش عارف وراها امتى اللي هي من 50 صفحه دي وانها مطابقه تماما طيب. لكل الميثاق الاولمبي الدولي ده كلام يعني انا اشكر ان ليه بقى عندك ايه بقى اللي هو مش متوافق مع الميثاق الاولمبي؟ اول حاجه الميثاق الاولمبي يمنع التمييز اوكي تمام صح. لائحه النادي الاهلي كلها تمييز ازاي بقى؟ اول حاجه لابد ان يكون في 2 اعضاء تحت 30 سنه سن 30 سنه ده اول نوع من انواع التمييز. هذا يا كابتن خالد. الحاجه الثانيه يا كابتن خالد ان لازم يكون الرئيس 40 سنه لازم يكون الرئيس 40 سنه مين يقول ان الرئيس يكون 40 سنه؟ انت استندت على ايه؟ ما حدش ترشح للرئاسة النادي الاهلي اقل من سن 40 سنه انت استندت على ايه؟ فهمت يا كابتن خالد؟ طيب نيجي لحاجه اهم من كده. لا بس عايز اقول لك حاجه ما هو دي معلش مع احترامي 40 سنه والحاجات دي ممكن يقول لك مش اختصاص ما تفرقش مع اللجنه الاولمبيه الدوليه المهم الجمعيه العموميه توافق. لا انا بقول استند على ايه يا كابتن خالد؟ اذا كان انت يا كابتن خالد زين يعني بتقول ان الجواب ده 100% اذا كان انت نفس اللائحه دي اللي طلعت بتاعت اللائحه الاساسيه مستند على قانون 77 سنه 75 اللي الاتحاد الدولي اللي الاتحاد اللجنه الاولمبيه وقفته انت لازم يكون لك بس انت بتعمل لوائح لازم يكون ليها سند قانوني ليها مرجعيه لازم يكون ليها مرجعيه ما هو المرجعيه مرجع للقانون رقم كذا سنه 75 هو المفسر اللائحه هي مفسره للقوانين بالظبط زي يا كابتن طب انا برجع من اللائحه دي مرجعها ايه؟ قانون 77 75 لسنه 75 اللي هو ايه يا كابتن؟ اللي هو اللجنه الاولمبيه رفضاه وعملت لك خريطه طريق للرياضه المصريه تبدا تعمل قانون رياضه جديد صحيح. طب ازاي تعمل لائحه؟ طب هسال سؤال ايه التسرع في اللائحه قبل صدور القانون؟ مش انت بتقول طرب وزت ما تعملش حاجه ما تعملش انتخابات ما تعملش لوائح اصبر ما القانون يطلع؟ طب ما النادي الاهلي يصبر ما القانون يطلع يا كابتن خالد. اللائحه دي ولو اديتها لاي متخصص اللائحه دي فيها كثير من الاخطاء الموجوده التي لا تتوافق مع الميثاق الاولمبي وهذا الكلام مش في باين تحت السن كمان؟ ما بقول لك تحت السن دلوقتي ما هو في 30 في 2 تحت السن ده تمييز يعتبر يعتبر تمييز. تاني حاجه قال لك ما ترشحش للرئاسه اللي هو لابد ان يكون حصل على مؤهل عالي تمام. طب انت ليه قبلت المؤهل المتوسط انه يخش عضو؟ انا طالما دخلت عضو هتخليني عضو بشرطه وعضو من غير شرطه؟ انا دخلتني عضو وانا مؤهل متوسط خدت مني فلوس اكتر. وخد بالك هو العضو انا بسال سؤال هو مش العضو مش لا مش العضو ليه صوت؟ ما هو كده والرئيس برضه ليه صوت الا في حاله التعادل بيبقى صوتين بالظبط كده صوته بصوتين يعني ايه الفرق يا يعني؟ كابتن ايه متوسط ايه مؤهل متوسط ومؤهل عارف ان في حكم محكمه في مصر ان ما فيش حاجه اسمها مؤهل عالي بالنسبه للرئيس انه يخش حتى لو مؤهل مش عالي. بقول لحضرتك ما دي حكم محكمه يا كابتن دي موجوده على الشاشه ممكن يجيبها الاخ وائل موجوده تمام. موجوده يا كابتن موجوده ان يكون مرشح ثانيه واحده يا كابتن ان يكون حصل على مؤهل عالي تمام. دي رقم 2 في انت عارف ان اعضاء مجلس الشعب من الماده 45 مش منصوص عليهم ان هم يحصلوا على مؤهل عالي. لا انا بكلم على كنادي انا بدفع فلوس ومجلس الشعب ما بيدفعش فلوس ممكن تكون وظيفه حكوميه ممكن اشترط فيها اشترط اللي انا عايزه هي اللي لا بالظبط هي البند 2 من الماده 45 تمام. ممكن يا كابتن خالد انا اشترط زي ما انا عايز لكن انا راجل دافع فلوس انا عضو عامل بل بالعكس تعرف ان العضو اللي هو المؤهل المتوسط بيدفع اكتر من المؤهل العالي يعني في الانديه يعني المؤهل العالي بيبقى ليه طب انا دافع فلوس فهمنا يا كابتن خالد صحيح. يبقى انا ليا صوت انا ليا صوت انا بنتخبك يبقى طالما انا بنتخب انا من حقي ان انا اترشح
اه صحيح، طالما انا بنتخبك ومش مؤهلي عالي يبقى من حق ان انا اترشح. انا بقول لك هي دي من تاني حاجه قانون انت سنه التعليم، احنا زي ما قلنا خريطة الطريق، انت بتاخد يعني انت بتاخد جزء، يعني انت ممكن تبقى عايز اقول لك سؤال، مؤهلك متوسط وتبقى عضو مجلس اداره، مؤهلك متوسط وبعد كده تبقى امين صندوق، مؤهلك متوسط وبعد كده نائب رئيس، مؤهلك متوسط ما تخش رئيس، صح كده؟ بالظبط كده يا كابتن. ده هو كاتب هنا، لا يا كابتن شروط ترشح لمجلس الاداره، ده ما ترشحش خالص مجلس الاداره، مش للرئاسه. المؤهل عالي؟ ان يكون حصل مؤهل عالي في كل حاجه؟ اه مش يبقى رئيس، ده عشان يبقى عضو مجلس اداره. لا يا راجل. اه يا كابتن اه بس انا عارف ان قبل كده كان اعضاء مجلس اداره ممكن مؤهل متوسط، لكن الرئيس لا. لا، ماده 45 شروط الترشيح لمجلس الاداره، يجب ان يتوفر المرشح شروط التاليه: ان يكون مرشح مصري الجنسيه، ده نمره واحد. ان يكون حصل على مؤهل عالي. ده عشان تبقى عضو مجلس اداره. طب عايز اقول لك حاجه بقى، مش احنا بنتكلم وبنقول على فكره ان الانديه محترفه ومش انديه تبع الدوله وما اعرفش ايه، تعرف ان مفيش حاجه اسمها بره انه يشترط ان الرئيس يكون مصري، يكون يعني جنسيته صاحب البتاع. بالظبط. ابراهيموفيتش جنسيته ايه؟ روسي بتاع تشيلسي. بس ده ممكن يبقى مالك النادي بقى يا كابتن. ماشي، ما مالك ما النادي اشترى بقى، ده اشترى النادي. ايوه، لان يبقى هنا بقى اسالك سؤال، هل ينفع انت بتقول مالك النادي؟ مالك النادي يعني مستثمر. اه بالظبط، يعني اسهم. هل معنى ده ان الانديه دي شبه الانديه بتاعتنا؟ لا، في فرق كبير يا كابتن. وهل القانون يسمح بده عندنا في مصر؟ لا طبعا لا. يبقى ازاي الميثاق الاولمبي يمشي مع ال؟ لا، هم عارفين. بص يا كابتن، هم عارفين ان اللائحه فيها كثير من الاخطاء والمغالطات واللي هم هيراجعوها. طب هسالك سؤال تاني. هسالك سؤال تاني، مش احنا بنقول ان لازم الانديه تكون ماشيه مع الميثاق الاولمبي؟ صح. نعم. ومن ضمن الحاجات اللي ممدوح عباس بعتها ان كمال درويش معين مظبوط وما ينفعش مظبوط، وان لازم يكون في منتخب. هو رئيس نادي تشيلسي منتخب؟ لا. رئيس باريس سان جيرمان منتخب؟ لا، كل دول ملاك انديه. طب ايش معنى اللجنه الاولمبيه الدوليه ما قالتهمش ما ينفعش؟ ده لازم يكون منتخب. اسالك سؤال اهو، ما هو بقى ايش معنى تصنيف الانديه؟ هو هناك مصنف ان هو نادي محترفين ونادي محترف وكمان. ايوه، اللجنه الاولمبيه الدوليه ما تدخلتش ليه وقالت لازم يكون منتخب؟ اللجنه الاولمبيه ده صاحب نادي. اللجنه الاولمبيه كده احنا اتفقنا المره اللي فاتت، لما قلنا ليه الاتحادات ما بتبعتش، ليه الانديه ما بتبعتش غير الاتحاد الدولي اللي هو الفيفا وما بتبعتش للاتحادات الثانيه؟ انت بتلاقي انت ليك فين اللي تقدر تنفذ من خلاله يا كابتن خالد وبتروح له. وبالمناسبه دي يا كابتن خالد، يعني عندي معلومه ان اتحاد الكره هيرد بكره على خطاب الفيفا وعمل خطاب الخطاب الاخير اللي هو بتاع 5 فبراير بتاع 5 فبراير اللي هو بنتكلم يعني على يوم الخميس اللي جاي. بالظبط، هو هيرد من واقع الحقيقه الموجوده. هيشرح الخمس انديه اللي حصل معاهم بالظبط. وغالبا يعني الكلام اللي انت حضرتك قلته هنا في البرنامج قبل كده، وقلنا الكلام اللي رايح ان النادي الاهلي كان مجلس ادارته ينتهي ومدته في شهر 9. صحيح، وده انهاء للمد وده انهاء المد، وده شرح ووضع طبيعي تفصيلي. من يملك حقه المد هو يملك حق انهاء المد، وان ده يعتبر غير تدخل حكومي، لان بس حكم الحق هو يعني المدير التنفيذي اتهم الفتره اللي فاتت الاستاذ ثروت سويلم بعدم ارسال الخطابات للاتحاد الدولي من الزمالك او من الاهلي. فهو الرد عليهم يا كابتن، هل الخطاب اللي جه ده جه على اي اساس يا كابتن خالد؟ الخطاب اللي جه من الفيفا جه على اي اساس؟ مش بناء على خطابات وصلت من النادي الاهلي، وصلت من نادي الزمالك، صحيح، وصلت من الانديه الثانيه. صحيح. فيعني هو طبعا الناس ما تحب يعني زي ما يقولوا يغيروا الحقائق. طبعا عندي خبر هنا، محمد ابو تريكه لاعب الاهلي السابق رفض حضور حفل تأبين الشهداء الذي اقامه مجلس اداره، وذهب الاحتفال مع جماهير ضاربا في موقف اثار استياء الموجودين داخل النادي، وهو ما يعني وجود مشاكل بينه وبين الاداره. عندك المعلومه دي؟ احتفال مع جماهير مين؟ مش عارف. انا عندي معلومه ان ابو تريكه ما راحش خالص، بس الكلام اللي جاي لي اللي مكتوب هنا دلوقتي من فريق الاعداد ان ابو تريكه ما حضرش الحفل بتاع مجلس الاداره اللي اتعمل، وراح احتفل مع الجماهير. هو مش احتفل بقى، هو مش يعني راح للجمهور. يعني ما راحش لمكان مجلس الاداره قاعد، يعني ما حضرش الحاجه الرسميه تقصد. وحضر مع اهالي الشهداء. لا، دي حريه شخصيه طبعا. صحيح، حريه شخصيه. وهو يشوفها الجمعه اللي جايه 7 فبراير هيحضر طاقم التحكيم المغربي بقياده نور الدين الجعفري، ده اللي هيقوم بتحكيم مباراه الزمالك واف سي دوان بطل النيجر اللي هتقام يوم 9 فبراير باذن الله. والف الف مبروك يا جماعه دلوقتي ليبيا بطل افريقيا
للمحليين، ليبيا اللي بتعاني، ليبيا اللي عندها مشاكل سياسية بتفوز ببطولة أفريقيا للمحليين بعد ما فازت على غانا في النهائي بضربات الجزاء الترجيحية 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل. وأيضا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع استطاع المنتخب النيجيري أن يفوز على المنتخب الزيمبابوي، طبعا زيمبابوي 1-0، نيجيريا كسبت 1-0. والنهاردة أيضا النصر العالمي استطاع أن يفوز على الهلال الزعيم في نهائي كأس ولي العهد من فترة كبيرة جدا ما خدش هذه البطولة، وكان خسر البطولة السنة اللي فاتت أمام الهلال برضو. المرة دي الهلال تقدم في أول 3 دقائق الشمراني، ثم تعادل بعد كده النادي النصر بنيران صديقة، ثم السهلاوي في الدقيقة 59 بيحرز هدف من ضربة جزاء احتسبها الحكم أسلوفيني. دي أول 3 دقائق في المباراة. ده الهدف الأولاني للناصر الشهراني المنتقل من الشباب، والهداف سامي الجابر هو المدير الفني. كده ده خطأ حسين عبد الغني المخضرم، بيرفع الكرة بيلعبها بدماغه بتيجي في العارضة وبيحاول يطلعها بحاجة غريبة جدا، وشوفوا الكرة، الكرة اهي طبعا احد لاعبي بيحطها بتيجي في العارضة سهلة بقى طلعها، عايز يطلعها عكس جسمه راح مدخلها، ودي ضربة الجزاء اللي استطاع من خلالها العالمي النصر انه يفوز. دي تالت بطولة في تاريخ النصر في كأس ولي العهد، وحرم الهلال من البطولة رقم 13 ليه، والسبعة على التوالي اذا كان فاز بيها الهلال. السنة اللي فاتت كان النهائي ايضا ما بين النصر والهلال واستطاع الهلال انه يفوز. دي من المرات القليله على فكره ان النصر بيكسب ده الهلائي. الفتح والرجاء المغربي، الفتح كسب 1-0، وعمرو زكي لم يلعب للاصابه لسه مش جاهز بدنيا، وده ماتش الترجي التونسي نياندا طبعا هو اللي بيجيب الجون وبيصنع الهدف الثاني. ترجي والبنزرتي، فوز الترجي 2-1، تقدم 2-0 ثم قلص النتيجة البنزرتي بهدف رائع وجميل لأحد اللاعبين الأفارقة. معنا أجوان بتاعت نهائي أفريقيا المحليين بنحضرها، هنجيبها دلوقتي. محمد عايز أقول لك مبروك، اتفضل كمل. مبروك عليك، اتفضل كده خير. ده بطولة أفريقيا المحليين ليبيا وغانا. على فكرة كابتن يا ريت عبد الحميد كمان في الإعداد يعرف لنا ألف مبروك للشعب الليبي يا جماعة، ألف مبروك للشعب الليبي. كل دول بيلعبوا في أهلي طرابلس، بيلعبوا في أهلي بنغازي، بيلعبوا في الاتحاد الليبي، كل دول بيلعبوا في الدوري المحلي الليبي. فكرة كابتن الجوازي المالية بتاعتها نيجيريا مش قليلة. نيجيريا إيه؟ الجوازي المالية مش قليلة كمان. أنا مش عارف ليه يا جماعة، يعني الجوازي المالية محمد احنا ليه ما بنشتركش؟ مليون دولار ليه ما بنشتركش؟ كابتن ليه ما بنشتركش؟ معرفش، هو كان الأول كنا طبعا احنا ماشيين ولا بطولة اشتركنا، كنا ماشيين كويس قوي اللي هي 2006 و2008 و2010 وحصلنا على البطولات كلها في الفترة دي يا كابتن خالد. فطبعا ما كناش منشغلين بحتة إن احنا نشارك في المحلية، ولكن السؤال بعد ما احنا أخفقنا في الوصول للبطولة الأمم الأفريقية ليه ما شاركناش في صحيح ونقوي اللعيبة المحلية بالظبط، وعائدها المادي يا كابتن مش قليل. طيب في حاجة كان حاجة بس عشان خلاص قدامي دقيقة بالظبط. أنت كنت عايز تقول مبروك على حاجة بس أنا مش فاكر. لا أنا هقول لك مبروك عشان فوز البرنامج عندنا من خلال إعلاميين من أجل مصر، وفي نقابة الصحفيين تم تكريم برنامج الرياضة اليوم كأفضل برنامج رياضي في 2013، فببارك لك وببارك لفريق الإعداد. ببارك في الإعداد كله، فريق العمل كله يا كابتن، فريق متميز ومجتهدين جدا يا كابتن خالد. في بس خبر كابتن خالد اخير، ويعني يقال حاليا ان خلال الاسبوع ده ما قيل عن دمج وزاره الرياضه بوزاره الشباب ده كلام غير صحيح. تمام. وان كان الـ 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 المتوقع ان يصدر قرار بان كابتن تعيين وزير جديد، لا ما فيش اي تعديلات وزاريه هتتم لغايه شهر، يعني وزير الرياضه باقي، وزير الرياضه باقي، ويعني ولكن الكلام اللي بتردد ان خالد عبد العزيز المهندس خالد عبد العزيز هو اللي هيبقى قائم باعمال وزاره الرياضه. يعني معنى كده ان هيتم
رحيل كابتن طارق زيت. يعني ده اللي بتردد ده على يوم الثلاث. على يوم الثلاث يعني مش شرط الثلاثة، خلال الاسبوع ده. خلال الاسبوع ده قبل نهايه الاسبوع. نعم. هنشوف ايه اللي هيحصل الفتره الجايه. بشكرك زميل محمد فتحي رئيس تحرير برنامج رياضه اليوم. هنطلع عليه تقرير عن فوز برنامج رياضه اليوم من خلال اعلاميون من اجل مصر. دول صحفيين متخصصين في الميديا يعني في المهنه نفسها، فيتم تقييمنا كافضل برنامج. ده شرف لينا، مش واحد صاحبي، مش شركه معاها فلوس، مش في فندق 5 ستارز، ده في نقابه الصحفيين. فبالتالي ده القيمه، قيمه فوزنا بهذا الـ يعني كافضل برنامج في 2013. ده اللي بيديله قيمه، ان هو جه من صحفيين وجه في نقابه الصحفيين، مش من خلال واحد صاحبي ولا شركه ولا واحد بقاله 9 سنين ما طلعش بياخد، ولا واحد فنان ما عملش مسلسل او فيلم في 2013 بياخد افضل ممثل. حاجات بتحصل غريبه جدا كده في مصر، وبيتم التكريم على حسب الصداقات وليس على حسب الاجتهاد. هنطلع لهذا التقرير فاصل اعلاني، ونستقبل فيلسوف الكره المصريه كابتن ايمن يونس. اعتقد لاول مره يظهر من فتره كبيره جدا. عندنا كلام كتير جدا على الزمالك، على الدوري، على البث، على شيكابالا ومشكلته اللي انتهت، على احمد حسام ميدو وتعيينه، كلام كتير قوي على رحيل حلمي طولان واتهامات كابتن حلمي طولان لمجلس الاداره. كل ده هنلقي الضوء مع كابتن ايمن يونس بعد التقرير والفاصل. يستحق برنامجه بجدارة لقب أفضل برنامج توك شو لعام 2013 الإعلامي الكبير وائل الإبراشي وبرنامجه العاشرة مساء. يعني الحقيقة أنا لا أتوقف عند جائزة أفضل برنامج. أنا بشوف الذي يستحق الجائزة هو أولا المشاهد والمواطن اللي تحمل الإحباطات المعيشية والاقتصادية والاجتماعية. يعني هذا المواطن اللي قال أنا هتجاهل الشكوى إلى حد ما وهتجاهل الإحباطات المعيشية والاقتصادية وسنواجه إرهابا مسلحا. يستحق الجائزة أيضا الإعلام الخاص في مجمله. الإعلام الخاص تحول إلى مقاتلين، مجموعة من المقاتلين نجحوا في كشف مخططات الإرهاب المسلح ونجحوا في حشد الناس حول القوات المسلحة في هذه اللحظات المصيرية والحازمة. عشان كده بشوف أنه الجائزة يستحقها المواطن ويستحقها الإعلام الخاص بدون التوقف عند أسماء بعينها. قرر الاستمرار رغم توقف أغلب البرامج الرياضية، كان يبحث دائما في كواليس الأندية ليجد من القضايا ما تستحق النقاش، ولا أحد ينكر أنه كان الأكثر متابعة بالرغم من توقف الدوري العام. الكابتن خالد الغندور أهم برنامج رياضي العام 2013. أنا عايز بس أشكر طبعا إعلاميون من أجل مصر، وأشكر الدكتور عصام جدا على وجودي معاكم النهاردة. وقيمة التكريم ده بالنسبة لي، أنا بقعد أتفرج على تكريمات كتيرة قوي بتحصل. يعني مثلا واحد صاحب شركة جامدة بتاع، فعايز يلم الناس بقى فيجيب صحابه بقى ويكرمهم، ده أحسن واحد. واحد ما طلعش بقاله سنتين مثلا فأحسن برنامج في 2013، متعرفش إزاي. واحد برنامج حاجة تانية يطلع برنامج حاجة تالتة، ولازم يتعمل في فندق 5 ستارز ويكون عشوة حلوة، فالناس بتتصور والناس تبقى حاجة جامدة جدا وكده، يبقى أحسن واحد في الدنيا. لكن قيمة المكان اللي أنا فيه ده، احنا في نقابة الصحفيين وما لها من قيمة كبيرة جدا. اللي تم يعني اختيار اللي اختاروا الأحسن ناس هم صحفيين مهنيين، فبالتالي ما بيجي يختار على أساس مهني. أنا أول مرة في حياتي أعرف أستاذ سيد خميس يعني وجها لوجه، ففكرة إن هم بيختاروا ده دي حاجة جميلة جدا، اتعملت في نقابة الصحفيين ودي ليها قيمة كبيرة جدا. عشان كده أنا جيت النهاردة سعيد بهذا التكريم. لما يكون تكريم من مهني زميل وإعلامي زميل بيكون ليه قيمة أكبر من صاحب شركة أو صاحب مال. يعني
أنا سعيدة قوي بالتكريم ده، مش بس لأنه بيأتي من شباب نقابة الصحفيين المتخصصين في تغطية الشأن الإعلامي، لكن كمان بالشراكة مع واحدة من منظمات المجتمع المدني اللي هي مؤسسة عصمت يحيى. والحقيقة التكريم ده بيعني بالنسبة لي قيمة كبيرة، لأنه مفروض ده أهل الاختصاص، فده معناه أنه تم بذل مجهود كبير فيه للاختيار. بالنسبة لبرنامج صباح أون، ميزة هذا البرنامج أنه أثبت أنه أي شيء جد وحقيقي بيعرف يوصل للناس. أنا بشكرهم جدا أولا، ويمكن نفس الكلمة اللي قلتها جوه، أن مش الإعلاميين بس هم اللي من أجل مصر، كل حد عايش على أرض مصر تربى وكبر فيها هو من أجل مصر. أنا بشكرهم جدا، وحركة إن شاء الله تكون بداية خير علينا وبس. فأول تكريم للحركة، إحنا كنا حريصين على أننا نختار الشخصيات اللي ملهاش توجه معين، اللي كان لها دور واضح في 2013، اللي مارست دورها بحيادية وشديدة. فطبعا المجموعة اللي احنا اخترناها، أستاذ وائل الإبراشي، أستاذ لمياء فهمي عبد الحميد، أستاذ أمان الخياط، الكابتن خالد الغندور اللي بصراحة كان مميز جدا في 2013، كنا حريصين، ومجموعة كبيرة من الإعلاميين كنا حريصين جدا ان المجموعة دي هي اللي تتكرم، لان المجموعة اللي اختارت المجموعة دي مجموعة صحفيين متخصصين في الكتابة على الميديا، فكانوا الأقوى أو الأقدر إن هم يحددوا معالم مين الأكفأ ومين الأفضل ومين اللي أخفق ومين اللي كان جيد ومين اللي ما كانش له دور. فالحمد لله رب العالمين، والحمد لله كان يوم كويس وشرفونا بالحضور. بناء على من يحب مصر، من يتكلم عن مصر، من تكون بالنسبة له مصر هي الأولى، من ليس له أجندات، من ليس له اتجاهات سياسية هدامة، هذا هو معايير الاختيار. وبناء عليه هذه الحركة الشبابية الصحفية الجميلة كان من واجبي كمؤسسة أهلية دعم هذه الاحتفالية وهذا التكريم مباشرة بدون تفكير.